ها عروة بيك، أهلين وسهلين. أهلين فيك، وينها؟ جيهان؟ جود؟ يا الله شو اللي صار هون؟ والله ضلوا يشربوا لسكروا، والأنسة كانت عم تغني وتدندن، مزاجها كان كتير عالي وفجأة طبوا على وشهم. قصدك وقعوا من كتر الشرب؟ جيهان قومي يلا. جيهان جيهان دعي معي. تفتح لي الباب؟ انت كتير عم تعطيهم وش للولاد، عم تتركهم من غير اب، وانا هذا الحكي ما عم بحكيه من هلا، انا قايلت لك انه تربيه البنت بهالوقت ما لها سهله. يا الله شربانه كثير كمان، رح جن انا. البنت منيحه شبكي، ليكن جايين ليش عم تحكي كل هالحكي؟ والله ما فهمت عليكي. انت اسكت، خلي جيهان توصل اول وبعدين نتحاسب مع بعضنا. بالاول بدي كسر لها راسها وبعدين بنحكي. وصل جيهان، جيهان يا بنتي روحي. جيهان لك قومي يا بنتي اصحي، تعالي شوي تحسين. جيهان فتحي عيونك يا بنتي. تعي بنتي تعالي اشوف. يسلموا عروة. واجبي عمو تحسين، ما أنا قصة، ما رح تبهدلوا ولا جيهان ما هيك؟ قلي شو صار؟ شو شربت؟ وين شربت؟ ما في شي مهم، حبت تجرب المشروب وشربت. طيب وين شنتايتها؟ الشنطة بالسيارة. شو مين هاد؟ هاد رفيقي. ايه يسلموا يا عروة. العفو، تصبحي على خير. تلاقي الخير.